مرة أخرى برحب بك زميلي إبراهيم فايق، برحب بضيوف الكرام ومشاهدينا الكرام، كابتن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق نادي بلدية المحلة بعد الفوز الغالي على المقاولون العرب. كابتن أحمد، كنت تتوقع الفوز ده؟ الأول بمسي على الكابتن إبراهيم فايق وعلى ضيوفه. الحقيقة ما فيش موضوع توقع، انا كنت متوقع ان فريقي هتعمل مباراه كبيره. كنت مطمئن جدا ان احنا بنلعب فريق كبير جدا، نادي المقاولين السنه اللي فاتت هو سابع الدوري، مدرب كبير جدا كابتن شاوي. اتفرجنا على سبع مباريات لان السيستم ما اتغيرش، لعبناهم من عشر ايام ماتش ودي. فريق المقاولين بيشتغل 3-5-2 وصريحه. اشتغلنا على ده كتير جدا وجهزنا الفرقه بشكل كبير جدا للمباراه. الحمد لله النهارده اشتغلنا بشخصيه كويسه جدا على مستوى التحول وعلى مستوى الخروج بالكوره. تحولات النهارده انا مش راضي عنها بشكل كبير جدا بتاعتنا، هنشتغل على الاخطاء بتاعتنا. النهارده النادي المقاولين كل طلوعه كانت بالكره الطويله، حسينا ده الشوط الثاني بوجود يوسف في سته، معظم الكور العاليه هو خدها ودي وفرت لنا كتير جدا. يمكن النادي المقاولين وصل بواحده بس وكانت اخطر واحده الشوط الثاني. انا مشغول جدا جدا بملعبنا ان احنا يكون عندنا شخصيه اقوى من كده كمان، لان احنا نادي جماهيري، هقول ثاني وثالث ورابع، احنا فريق بقاله 17 سنه ما كانش صعد. مهم جدا 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 ان احنا ناخد كل مباراه على حده، هدفنا هو الوعد في الدوري ان شاء الله. الدقيقه 16 وحرصكم الهدف، هل ده طمنك شويه؟ لا خالص، زي ما قلت لك انت بتلعب قدام فرقه كبيره، الموضوع مش هيبقى مطمئن خالص طول الوقت. اهم حاجه بالنسبه لك شخصيه فريقك بعد الجول، ودي نقطه برضو لازم نشتغل عليها، ان احنا بعد الجول رجعنا شويه، الضغط بتاعنا جوه الملعب ما كانش احسن حاجه بالنسبه لثمانيه، حصل تغيير اللاهوني عشان النقطه دي، حسنا شويه في اداء الوينجين علشان خاطر موضوع التحولات، استفدنا من ان حسام اشرف يروح بوشه للجول اكتر ما هو كان بيستلم بظهره، فدي نقطه كانت جوه الجيم كانت لازم تتحسن. يعني نقدر نقول التجانس كان واضح بين اللاعبين كده، انت قدرت تشوف ملامح الفرقه ولا لسه بدري؟ اكيد طبعا، لان عندي كم كبير جدا من اللعيبه دخل متاخر مش موجودين اصلا النهارده، عندي اميسي عنده اصابه وده لعيب مهم جدا موجود، مهم جدا اطمن على اللاهوني وماجد ويوسف وحتى النهارده صابر، ده لعيب درجه ثانيه سيرد باك بقاله فتره طويله جدا، واحمد رضا النهارده يشتغل بشخصيه مختلفه، لسه عندنا ناس كثيره جدا بره ام ولسه جاي وداخل متاخر، هشام حاو، ناس كثيره جدا موجوده بره لسه هتشتغل، عندنا سيرد باكات زي العش وزي الزمور لسه ما دخلوش، ففي لعيبه كثيره جدا بره محتاجين انها تدخل وتبقى موجوده في شخصيتنا يعني. ربنا يخليك، متشكر جدا، شكرا. اذا ده كان لقاءنا مع كابتن احمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي بلديه المحله، عوده ليك زميل عزيز ابراهيم فايق.